وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد تحية سيادة السفير، هذه الزيارة لها أهمية كبيرة في هذا التوقيت، قراءتك لهذه الأهمية؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل المستمعين. أهلا بحضرتك، تفضل. دلوقتي الحقيقة الملك العاهل البحريني حمد بن عيسى الخليفة. نعم، الملك حمد بن عيسى الخليفة العاهل البحرين يا فندم، تفضل. ايوه، الحقيقه يعني دائما السياسات سياسات متزنه، ودائما كان مع القاهره في تنسيق دائم الحقيقه يعني. والتوقيت الان مهم جدا لان التوقيت خطير، موضوع غزه ده لم ينتهي بعد، والنسبه ايضا لما حدث بين طهران وتل ابيب. نعم، وبالتالي فان هذه زياره مهمه جدا للتفاهم على مواقف موحدة يعمل فيها الطرفان لكي يحقق تقدما فعليا في كل الملفات الخاصة بهذه القضايا، قضية غزة، قضية إيران، وقضية وآخر التطورات في القضية الفلسطينية. إذا ما تحدثنا سيادة السفير عن أبرز النقاط التي وردت في المؤتمر الصحفي، كلها يعني بتتركز بشكل أساسي على حفظ وتعزيز ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي وكذلك أيضا العالمي، وذلك من خلال التركيز بشكل أساسي على وقف إطلاق النار وتصاعد الأوضاع يعني في الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في قطاع غزة. قراءتك لأهم ما تم التوصل إليه في هذا المؤتمر الصحفي الهام؟ المؤتمر الصحفي كان واضح فيه جدا حرص الطرفين على إقامة السلام. نعم، والاستقرار في الشرق الأوسط، لأن ما يحدث الآن يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط ويحدث نوع من أنواع البلبلة، ويعني ينذر بخطورة بالغة. وبالتالي فإن التنسيق بين مصر والبحرين أمر مهم وضروري الحقيقة. نعم، وهذا بيستدعي أيضا التساؤل بشأن الجهود المصرية والعربية لحل القضية الفلسطينية. يعني كما تابعنا أيضا من خلال هذا المؤتمر الصحفي أن هناك توافق في الرؤى بشأن الكثير من النقاط الأساسية لحل القضية الفلسطينية، من خلال الحل السلمي بشكل أساسي، الوصول إلى تسوية سلمية، السلام الدائم والشامل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى إنفاذ المساعدات إلى أشقائنا في قطاع غزة والفلسطينيين بشكل كامل، وكذلك أيضا العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار. جهود مصرية يعني وموقف مصري ثابت منذ بدء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وكذلك أيضا جهود عربية مصرية مشتركة. أود أن تحدثني أكثر عن هذا التوافق والتقارب في الرؤى بشأن هذه الجهود التي تبذل من أجل العمل على وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية سيادة السفير. الحقيقة مصر موقفها كان ثابتا ولم يتغير منذ بدء الموضوع. نعم، يعني وتأثيراته في الانفلات في تصورات ممكن تؤدي إلى مشكلات كبيرة جدا. الحقيقة موضوع وقف إطلاق النار موضوع يجب أن يكون له أولوية ويجب أن يكون فوري. فمصر تنادي والبحرين تقف بنفس الموقف، ولأن البحرين في منطقة أيضا فيها مشكلة، ومصر أيضا تريد أن تصل إلى حلول لا تهدد السلم والأمن في المنطقة. فتوافق الحقيقة في هذا الرأي يعزز، ومصر ليس فقط من البحرين ولكنها طلبت من دول كثيرة واتصلت بدول كثيرة لكي يتم وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى للاستقرار في الشرق الأوسط. صحيح. وبعدين حل الدولتين هو الحل الدائم. نعم، الحلول المسكنات لا تصل إلى نتيجة. فلا بد من حل الدولتين، والأمور واضحة الآن. لا بد من وجود دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية. هذا أمر واضح جدا ولا بد منه. والبحرين تؤيد ذلك، وعندما تؤيد البحرين هذا ستتحدث فيه مع دول الخليج في مجلس الخليج، وبالتالي فإن الخليج يؤيد هذا
ولا بد من التوصل إليه. نعم، أشكرك جزيل الشكر السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.